مسرفة، ولو كنت بخيلة كنت أقول لك مسرفة، لأن ما فيش بخيل بيشوف نفسه بخيل. لا، في ناس بيقول لك لا أنا واعي وأعرف أحط القرش فين. لا أنا عبيطة. طيب ده اعتراف يعني. أنا عبيطة جدا الحمد لله، يعني دلوقتي أكتر بضيع لأن ما فيش حاجة فارقة معايا. يعني جات فترة ما كنتش بحاول أضيع خالص عشان في دكاترة وعلاج وسفر وفي مسؤولية، يعني في يعني إحساسي بأنها بنتي يعني وفي رقبتي، ف ده كان الهدف، دي الأولوية، يعني مفيش أولويات. دلوقتي مفيش حاجة فارقة بقى.